حضور بعض العبارات والرموز لم يمنع فنان الجرافيتي أبو الورد من رسم صور للسياسيين أيضا في طريقة جديدة للاحتجاج، كما أرفقها الفنان بشعارات الثورة التي خرج المتظاهرون من أجلها وما يزالون يأملون أن تصبح واقعا، وهذا ما يحفزهم على الاستمرار. ما في غير الحيطان لي يتمرد، إنه الحيطان كله لون واحد للدولة مثلا أو لأي جهة أو لأي كذا بتمثل. يعني هلا شوف الحيطان كيف صارت كلها جرافيتي، كل شخص عم يحط الشيء اللي بده إياه، الشيء اللي بحبه. هي ثورة فن، يعني الواحد عم يطلع شيء جواته. لوحات الجرافيتي المنتشرة على الجدران تعكس نظرة الناس في الشارع واختلافاتهم، فبين الغاضب والصارخ وحتى الحاقد والكاره تظهر الأعمال المنتشرة هنا كحرب احتجاجية على أولياء الأمر في لبنان، ترسم وجوههم أو تشتمهم في بلد ينتفض. هو طريقة من طرق التعبير لإيصال رسالة معينة إلى مكان ما في وقت ما. نحن من 2015 كنا وما زلنا عم نعبر بهالطريقة، لأنه بتعرف القمع اللي كان نتعرض له من قبل الدولة للأسف، اللي هي لازم تكون حامية هالمظاهرات. جدران العاصمة بيروت تحولت إلى لوحات ورسومات تفصح بصمت عن كل ما دار في لبنان منذ بداية التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للنظام والطبقة الحاكمة. أنا بتعبر عن رأيي بشتى الطرق، بس بتضل أحسن من الطرق الغير السلمية ومن حرق الدوليب اللي هي مضرة للبيئة. يعني المتظاهرون خلال جولتهم في الشوارع اتخذوا من الكلمات التي حررت الفضاء العام من قيود السلطة خلفية لهم في صورهم، وهذا ما أضاف بعدا تحرريا على تجارب الجرافيتي ليكون أكثر التصاقا بالناس وملامحهم وأصواتهم وأمالهم. الجدران تتكلم في وسط بيروت، طريقة الاحتجاج هذه ستتحول مع الوقت لغة للذاكرة ووثيقة بصرية ملموسة تعبر عن المرحلة الراهنة. لتلفزيون سوريا، ماريا الفحل، لبنان.